راحتي حتى تكون راحتي بحريتي مع أهلي وزوجتي وبنتي ميلاد في حضني. أنا الأسير وليد دقة. امبارح الأسير وليد دقة استشهد بدون ما حتى يقدر يحضن بنته لمرة واحدة خارج سجون الاحتلال، بنته اللي هي من سفراء الحرية واللي كانت أصلاً نطفة تم تهريبها خارج سجون الاحتلال وما قدر يحضنها ولا حتى مرة واحدة. عشان هيك بدنا نحكي يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح. احنا نواصل هالكفاح، احنا نواصل هالكفاح، واحنا بالاردن كفاح، واحنا بالاردن كفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، احنا بالاردن كفاح، احنا بالاردن كفاح. دم الشهداء بيسأل دمي، دم الشهداء بيسأل دمي، دم الشهداء بيسأل دمي. كيف رضيت الحل السلمي، كيف رضيت الحل السلمي، كيف رضيت الحل السلمي، كيف رضيت الحل السلمي. فليسقط غصن الزيتون، فليسقط غصن الزيتون، فليسقط غصن الزيتون، فليسقط غصن الزيتون. وارتح يا البندقية، وارتح يا البندقية. ويمي الشاهد نيالك، يمي الشاهد نيالك، يمي الشاهد نيالك، يمي الشاهد نيالك. يا ريت امي بدلك، يا ريت امي بدلك، يا ريت امي بدلك. تكبير الله اكبر.